بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه الحكمة والبيان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلق قائل الكلمة الطيبة صدقة. اللهم صل وسلم وبارك وزد على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي الكرام من رحاب الجامع الأزهر الشريف، أهلا ومرحبا بحضراتكم ومع لقاء جديد. وحديثنا اليوم عن الكلمة الطيبة، حديثنا بعنوان وقولوا للناس حسنا. ويسعدني ويشرفني أن أرحب بضيفتي في هذا اللقاء، معالي الأستاذة الدكتورة نهلة الصعيدي مستشار فضيلة الإمام شيخ الأزهر لشؤون الوافدين. فأهلا ومرحبا بحضرتك معالي الدكتورة. ويسعدني ويشرفني أن أرحب بالأستاذة الفاضلة أستاذة وفاء حسام الدين، واعظة بمجمع البحوث الإسلامية. فأهلا ومرحبا بحضرتك، وأهلا ومرحبا بحضرتكم، وأسأل الله تعالى أن يكون في هذا اللقاء النفع لنا جميعا. أحبتي الكرام، إن الألفاظ الجميلة والعبارات اللطيفة لها وقع عظيم على النفوس، بل هي عبادة نتقرب بها إلى الله عز وجل، كما في الحديث الشريف الكلمة الطيبة صدقة، فهي صدقة على الإنسان وصدقة متعد نفعها إلى غيره. الكلمة الطيبة أحبتي الكرام قد تهدي إنساناً، الكلمة الطيبة قد تغير مجتمعاً، الكلمة الطيبة قد ينقذ الله عز وجل بها قلوباً أو يعمر بها نفوساً، بل قد يحيي بها أقواماً من السبات. وقد قال أحد الحكماء الكلام اللين يغلب الحق البين، وقال سيدنا علي بن أبي طالب وزن الكلام إذا نطقت ولا تكن ثرثارة في كل ناد تخطب، واحفظ لسانك واحترز من لفظه، فالمرء يسلم بالكلام ويعطب، والسر فاكتمه ولا تنطق به، إن الزجاجة كسرها لا يشعب، وكذاك سر المرء إن لم يطوه نشرته ألسنة تزيد وتكذب. أحبتي الكرام، حول هذا الموضوع، موضوع الكلام الطيب وأثر الكلمة الطيبة على النفوس، نبدأ لقاء هذا اليوم، ومع كلمة معالي الأستاذة الدكتورة نهلة الصعيدي فلتتفضل. مشكورة، تفضلي معالي الدكتورة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأكرم الذي علم الإنسان ما لم يعلم، وناط به حمل أمانة التكليف والقيام بأعباء الاستخلاف في الأرض للتوجه بالبشرية صوب خالقها وفق توجيه الوحي وكسب العقل، واعتبر الحوار والنقاش والمناظرة بالتي هي أحسن الطريق الأمثل لتحقيق القناعة الفكرية التي تتشكل في الأعماق فتبني النهضة والحضارة والعمران. وصلاة وسلاما على محمد بن عبد الله الذي بعث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، المنصة الكريمة، الحضور الكريم، ما أجمل أن نجتمع في هذا الشهر المبارك الكريم، وتحديداً في العشر الأواخر من رمضان، في مكان طاهر مبارك بركاته كثيرة عظيمة، نجتمع حول آية قرآنية جليلة من كتاب رب العالمين، وقولوا للناس حسنا. آية ثلاث كلمات، أمر، والأمر موجه للناس، كل الناس، من اتفق ومن اختلف معنا في العقيدة، لكل الأجناس، لكل الأعراق، لكل الثقافات. وقولوا للناس ثم ذلك الحسن المفتوح، حسنا أيا كان هذا الحسن. إذن نحن مأمورون بأن نقول للناس حسناً، وما عدا ذلك ليس من شريعتنا وليس من إسلامنا. إسلامنا جميل، ديننا عظيم،
دين الجمال دين الرقي دين السمو، مأمورون بأن نقول الحسن. الكلمة بها يصنع كل شيء، سلاح قوي جبار، رغم أنها قد تكون أضعف شيء ممكن يمتلكه الإنسان، فالكل قادر عليه. إذن نحن مطالبون أيا كنا، أغنياء أو فقراء، قادرون أو غير قادرون، متعلمون ومثقفون أو أميون، نحن مطالبون بذلك السلاح القوي الفتاك، لأننا جميعا نقدر عليه. فكل خلق الله له لسان يقول به. إذن قول ما أمرنا بهذا إلا لمصلحة كبيرة في إسعاد هذه الأمة. الكلمة من شأنها أن تحقق السلام، ومن شأنها أن تشعل النيران والحروب. الكلمة من حقها، الكلمة تستطيع أن تفعل ما لا تفعله الأسلحة الفتاكة. يستقيم بها الإبن، يستقيم بها الزوج، ويكون مطواعاً لزوجته بكلمة طيبة. لذا كانت نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: الكلمة الطيبة هي ليست واجبة ولكن أيضاً تؤجر عليها. فالكلمة الطيبة صدقة. وقولوا للناس حسنا، قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. والقرآن عندما جاء في الكلمة شبهها بماذا؟ الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. الأصل ثابت راسخ قوي متين، وفرعها في علوها وسموها ورقيها في السماء. ما أجمل أن نتحلى جميعا بهذا اللسان العفو الذي لا يقول إلا طيبا، ولا يقول إلا صالحا، ولا يمشي إلا بالإصلاح بالتسامح بالسعادة بالرقي بالسمو. لأن الكلمة، يعني كلنا بحاجة إلى هذه الكلمة الطيبة. نحن دائما منزعجون، الأم منزعجة مع أبنائها، ويعني تظل طوال الوقت تريد لهم الصلاح والنجاح والفلاح، وأن يكونوا أصحاب أخلاق راقية ومؤدبون. من أين يأتي هذا؟ ولسانها أجارنا الله منه، يعني دائما لا ينطق إلا بالسب والشتم والقذف لأبنائها. يعني إذن كيف تربي وكيف تنشئ أجيالا يعني مؤدبة وإذا هي لم تلتزم بهذا؟ كذلك أيضا البيت، عندما كلنا بحاجة إلى الكلمة الطيبة، القائد والرئيس مع مرؤوسيه يحتاجون إلى الكلمة الحانية الرقيقة التي تعينهم على مصاعب الحياة وعلى المضي قدما والطموح في العمل. الأم مع أبنائها يحتاجون أيضا إلى تلك الكلمات الحانية التي تدفع بهم إلى الأمام وإلى التقدم وإلى الأمل. لكن الأم الآن راجعوا، ينبغي علينا، عندنا قرآن عظيم يقول: وقولوا للناس حسنا. لماذا لا نتبع هذا القرآن؟ لماذا لا نسأل أنفسنا ونحن في شهر القرآن ونقرأ كتاب رب العالمين؟ الله عز وجل عندما يأمرنا بقول الحسن والجميل والطيب، يعني لماذا نحن نسلك طريقا آخر؟ لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما الكلمة الطيبة صدقة، وأحاديث كثيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن الإنسان لا يكون كاملا ويكون إيمانه ناقصا إذا لم يتحلى بذلك بالكلام الطيب؟ ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه قولا وفعلا وسلوكا. ديننا كله قائم على الطيب وقائم على ما هو جميل. لماذا نحيد عن ذلك الدين ثم نأتي ونشتكي؟ يعني الدين ليس صعب، الدين سهل جدا وميسر للجميع. هل أحد منا يعجز عن أن يقول كلاما طيبا؟ لا أحد يعجز. إذن
لم يكلفنا الله، لأنه هو الذي قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالله لم يكلفنا إلا بما نحن قادرون عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فلماذا نتشدد ولماذا نرهق أنفسنا ودين الله ميسر لنا جميعا؟ ثم نأتي بعد ذلك وتأتي شكاوى كثيرة لا حصر لها من جراء لساننا ومن جراء هذا الكلام الذي نقوله. لماذا لا نهذب أنفسنا مع أن الأمر ميسر وسهل؟ وإذا راجعنا، يعني أنا أقول كل واحدة منكن عليها أن تفكر وتراجع مع ذاكرتها ومع وضعها ومع حالها ومع نفسها، يعني في كلامها الذي تقوله، يعني لماذا نحن دائما في لساننا هذا الصوت العالي وهذا الكلام الفج الذي يدعو إلى الإحباط؟ لماذا لا نكون داعمين بكلامنا الطيب؟ هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان طيبا ولا ينطق إلا طيبا، فقد كان خلقه القرآن. فمتى نتخلق بأخلاق القرآن الراقية العالية؟ يوم أن غيب كتاب رب العالمين عن حياتنا، غيب كل شيء جميل، غيب كل شيء نافع، غيب كل عز وكل تقدم وكل نهضة. الإسلام والقرآن يدعونا إلى ذلك. القول الطيب ليس معناه فقط الكلام اللين، قد يكون كلاما صعب جدا، لأنه كلمة الحق أحيانا يعني تكون موجعة للظالم، فكلمة الحق أيضا من القول الحسن. ليس معنى الكلام الحسن أن يكون هو الكلام المريح. كلمة الحق عندما تقال، وعندما أردع إنسان عن ظلمه، وعندما أقف هذا الموقف، هي من القول الحسن أيضا. يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من القول الحسن أيضا. ولذلك عندما قال للناس ولم يحدد جنس الناس، وقال حسنا ولم يحدد الكلام الحسن، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، فالأحسن هو الأفيد، هو الأنجع، هو الأوفق، هو الحق، هو الصواب، هو اللين، هو التواضع. إذن هذه كلها معان ينبغي أن تكون حاضرة في أذهاننا. ما الذي يضيعنا لو أننا تكلمنا كلام طيب؟ لو أننا لم ننطق إلا بالعدل؟ لو أننا منعنا أنفسنا من الكلام غير المفيد؟ يعني قبل أن ننطق، نحن دائما ومشهور عن السيدات الثرثرة، هم السيدات كثيرات الكلام. طيب لماذا؟ يعني أمس كنت أقرأ في قصة جميلة جدا لامرأة، وهي نموذج يعني كنت أكتب عنه بالأمس، لأني في أعد سلسلة نساء مشرقات، وهذا هو الإصدار الخامس، فكنت أكتب عن بهيسة. بهيسة هذه أنا على يقين أنكم لا تعرفون بهيسة. بهيسة هذه كانت فتاة، وفي ليلة زفافها بلسانها وفكرها، بلسانها استطاعت أن تفعل أشياء كثيرة جدا جدا جدا. هي لم تفعل شيء، لم تكن تمتلك إلا هذا اللسان الذي كانت موفقة فيه جدا. عندما جاء حاكم من حكام العرب وقال لصديقه، أنا أحكيها ببساطة لكنها في يعني لكي يفهمها الجميع، قال لصديقه: هل يوجد بيت إذا ذهبت إليه خاطبا يرفضني وأنا الحاكم؟ صديقه قال له: نعم يوجد. فقال: أين بيت من؟ فقال: بيت الحارث بن عوف، إذا أنت ذهبت إليه لن يزوجك. فقال: هيا بنا نذهب إلى هذا البيت. وذهب إلى هذا البيت. هذا البيت كله من أوله إلى آخره نساء مشرقات، من أول الأم التي ربت هؤلاء البنات هذه التربية الجميلة جدا. وأنا لم أكن في ذهني أن أحدثكم هذا الحديث، ولكن يعني تذكرته الآن، قصة بهيسة، ولعلها تكون نموذج رائع لنا. بهيسة هذه عندما ذهب الحاكم، ذهب فقابل أبو بهيسة فقال: ماذا جاء بك؟ أبوها قال: ما الذي جاء بك وأنت الحاكم إلى بيتنا؟ قال: جئت خاطبا.
قال ليس هناك، ما عنديش بنت تخطبها. فالحاكم لم يتكلم وذهب هو وصديقه. وبعدين زوجته قالت، سألت زوجها ما هذه الزيارة السريعة، من الذي جاء لك يعني؟ فلم يستغرق الضيافة، لم تستغرق إلا هذا الوقت القليل. فقال هذا حاكم العرب جاء خاطبا. لو أن امرأة في زماننا هذا حدث مع هذا الموقف، ماذا كانت تفعل مع زوجها؟ ده ما كانتش هتبقي على قيد الحياة. يعني شوفوا المرأة عندما تكون يعني عاقلة تداركت الأمر. يعني هي شوفوا أصلحت كل شيء بهذا اللسان الجميل. قالت لا عليك، اذهب وراءه الآن وقل له كنت مغضبا بعيدا عنك، يعني كان في موضوع أغضبني فجاءت فيك، يعني بالمعنى الذي نقوله الدارج هو جت فيك. فاذهب وراء، هي قالت له اذهب وراءه واسترديه. قال لها كيف، أنا أيضا سيد من سادات العرب. قالت لا، قل له كنت مغضبا في أمر آخر، وبعد ذلك يعني لكن طبعا نحن نرحب بك. فأعجبه هذا التخلص اللطيف، هذه امرأة نطقت بهذا الكلام الطيب مع أن هذا الموقف كان يجعلها تسمع زوجها ما لم يسمعه في حياته. وأنا متأكدة أن هذا الموقف لو حدث في حياتنا المعاصرة الآن ما تركت المرأة زوجها على قيد الحياة، زوجها على قيد الحياة. فذهب إليه ورجع معه، فقال لها يعني هاتي ثم هي في هذا الوقت ضبطت البيت. يعني شوفوا المرأة عندما تكون يعني ذلك الأفق العالي المتسع الجميلة لتجعل المكان يليق بقيمة زوجها وبقيمة حاكم العرب. وبعد ذلك طلب كبرى بناته، فجاءت الكبيرة قالت، عرض عليها الزواج، قالت لا لا تفعل يا أبي، رفضت. شوفوا أيضا هذه المرأة يعني رفضت بهذا الكلام الطيب، قالت لا، لأني لست جميلة وجها، وليست عندي مهنة، وليس قريبي، ولا هو جاري. يعني كل العوامل تقول أنها زيجة لن تستمر، هيبقي علي على إيه؟ هيفرح بالزواج يومين ثلاثة؟ امرأة عرفت قدر نفسها ونطقت بهذا الكلام، لا تريد أن تورط أهلها ولا أبيها في شيء. فقال للوسطى، فقالت نفس الكلام. جاءت بهيسة قالت لكني والله الجميلة وجها، الصناع يدا، الحسيبة نسبا. وظلت تعدد في مهاراتها ومواصفاتها. وهذا عندما تكون الفتاة قد أعدت إعداد، هذا كلام نطقت به، نطقت بكلام طيب جميل في حق نفسها. ثم بعد ذلك أنا أقول لكم هذا لأن كل ما فعلته بهيسة بعد ذلك كان كلام، هي لم تفعل شيء، لم تكن تملك أدوات إلا الكلام. فعندما جاء يدخل بها أبوها أعطاها بيت، لأن هذا الحاكم انتقل لها إلى مدينة أخرى. فجاء يدخل بها فقالت عيب عليك هذا، يعني أفي بيت أبي؟ فيعني انت حاكم يعني تملك من البيوت. فانتقل بها وهو في الطريق قالت له يعني فيما معناه أين العرس والذبائح التي يعني نذبحها للفقراء، لأن هي فرح عرس. ففعل ذلك، وعندما ذهب يدخل بها قالت له أنت عرفت نفسك بأنك ملك، هي الملوك يليق بها الذبائح ومثل ما يفعل باقي البشر، أنت عندك حرب مستمرة 40 عاما، حرب داحس والغبراء، حرب استمرت 40 عاما. قالت له أين أنت من هذه الحرب؟ قال لا نعمل إيه في الحرب دي، ده بقالها 40 سنة، أنا جاية أجوزك ولا جاية تحلي لي حرب بقالها 40 سنة؟ قالت لن يكون، أنت لا تكون ملكا إلا إذا وقت. فضرب أخماس في أسداس، ماذا يفعل في حرب مستمرة 40 سنة؟ فذهب صديقه أشار عليه برجل اسمه هرم بن سنان، وهذا كان يعني غني جدا. المهم أنهم اتفقوا على أن يدفعوا ديات القتلى لكل هذه الأعوام، وكانت يعني شيء كبير عظيم جدا، ولكنه فعل ذلك. إذن فتاة في مقتبل عمرها في ليلة زفافها
بكلامها الطيب لزوجها، بكلامها الطيب لأبيها، استطاعت أن تفعل ما لم يفعله الرجال، ما لم يفعله الملوك. إذن الكلمة قد تكون في الإصلاح، الكلمة قد تكون في كلمة حق تقال، قد تكون في كلمة طيبة مطبطب بها على الابن وعلى الزوج، وعلى الكلام الطيب أيضا والذي غبنا عنه في عالمنا الذي نعيشه الآن، الكلام من الأبناء لآبائهم. الله عز وجل عندما يقول ولا تقل لهما أف، إذا مجرد النفس والصوت فما بالنا بما يقال على مسامعنا ليل نهار، حتى إنك لتظن عندما ترى ابن مع أمه أو مع أبيه تتعجب أن يكون هذا ابن لهذه الأم وهو يعاملها بهذه المعاملة وذلك الكلام. هذا لأننا غبنا عن تربية أبنائنا وبعدنا بعدا شاسعا عن منهج ربنا رب العالمين. أنا لنا أن نعود، أنا يعني لا أريد أن أخذ من الوقت لأن الوقت يعني محسوم، لن نترك المداخلات، ولكن ما أقوله يعني عيب علينا جدا، ومن الخسارة العظيمة أن يكون بين أيدينا مثل القرآن الكريم، هذا الكتاب الذي يحوي الجمال كله والكمال كله ويعني الرقي، وأن يكون بين أيدينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نعرض عنه صفحا ولا نتبعه. إذن يعني محاولة تجاوز القرآن وتجاوز أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نشتكي الفقر وسوء الأدب والخزي وكل ما نحن فيه من مشاكل، هذا يعني نحن نستحق ما نكون فيه، لأن الله الذي خلق الخلق خلقهم وأعطى لهم ذلك المنهج الرباني العظيم، والإنسان قول وفعل، والقول له ميزانه وله ثقله في شريعتنا. فالإسلام بكلمة، عندما تدخل في الإسلام تدخل بكلمة لا إله إلا الله، الطلاق بكلمة، الزواج بكلمة. إذن الكلمة هذه لها وزن كبير ولها أثر عظيم. إن لم نستطع أن نقول قولا طيبا، قولا نافعا، قولا صادقا، قولا فيه الحق وفيه الخير، فالصمت أجدى وأحسن وأولى بالإنسان. فعلينا أن نراجع أنفسنا مع لساننا، لأن به سندخل الجنة أو به سندخل النار، فهو مقياسك لدخول الجنة ومقياسك لدخول النار. فاحفظ لسانك وصن لسانك عن قول الباطل والزور والمنكر، لتستقيم لنا نفوسنا وتستقيم حياتنا، ثم تستقيم بعد ذلك الآخرة إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا وأن يحفظ علينا ألسنتنا وأقوالنا، ويعني ألا يسخرنا إلا فيما هو نافع ومفيد، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله كل الخير معالي الدكتورة على هذه الكلمة الماتعة، كلمة التي خرجت من القلب وأحسبها وصلت إلى القلب. أسأل الله تعالى أن يفتح بكلامك القلوب والعقول وأن يثقل بها موازين الحسنات، اللهم آمين. أحبتي الكرام، يقول الإمام الشافعي: إذا رمت أن تحيا سليما من الأذى، ودينك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعيناك إن أبدت إليك معايبا فدعها وقل يا عين للناس أعين، معاشر بمعروف وسامح من اعتدى، ودافع ولكن بالتي هي أحسن. أحبتي الكرام، الكلمة مسؤولية عظيمة كما تفضلت معالي الدكتورة. بكلمة ندخل بالإسلام، وبكلمة نخرج منها، بكلمة الزواج بكلمة، والطلاق بكلمة. فلتكن كلماتنا مفاتيح للخير ومغاليق للشر، ولنعلم دائما أن لكل فعل رد فعل، والكلمات هكذا ينطبق عليها القانون الفيزيائي. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فلذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا بالقول الطيب الحسن،
وعندما ذهب سيدنا موسى وهارون إلى فرعون، الله سبحانه وتعالى أمرهما بالقول اللين، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فرعون وهو يقول أنا ربكم الأعلى، والله سبحانه وتعالى يأمر أن يخاطب بالكلام الحسن الكلام الطيب. هكذا هو الدين، ديننا الإسلامي دين كله جمال، دين كله حسن. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والآن مع كلمة دكتورة وفاء حسام الدين لتحدثنا عن القول الحسن في الإسلام، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واهدنا برحمتك إلى صراطك المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام من الله عليكم وعلى الحضور الجميع. أحمد الله أني بينكم اليوم وأني في حضرة الدكتورة، ربنا يا رب يبارك فيها ويحفظها. شرفت أن أنا أكون من ضمن تلاميذها كما تفضلت الدكتورة، ولا أستطيع أن أتحدث بعدها لما في كلمها من روعة ورونق خاص بعلماء البلاغة. صلوا على سيدنا النبي. وقولوا للناس حسنى. الحسنى العمل الصالح، القول اللين، البر، التسبيح، التحميد، التكبير، قول لا إله إلا الله، الذكر، الصلاة على النبي. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هو ده الحسنى. اعلموا أن كل منطوق مكتوب. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، الملائكة حفظة كراما كاتبين، ها يسجلوا على طول، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كل حاجة حضرتك بتقوليها بتكتب، كل حاجة حضرتك بتنطقيها بتكتب. ها عايزة إيه كتب عنك؟ كل خير يا رب، ربنا يحفظ ألسنتنا يا رب. وفي هذا المقام قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ ما هو حصاد لسانك؟ كلماتك في الخير وفي الصلاح وفي البر وفي الإصلاح بين الناس وفي التشجيع وفي الإيجابية، ولا في السلبية والحزن والبكاء والحسرة واليأس والندم والتوقيع ما بين المتخاصمين مثلا، ولا لا تقولي إلا حسنة ولا لا تقولي إلا سوءا؟ أسأل نفسي وأشوف أنا النهاردة قلت إيه، عملت إيه، أراجع نفسي بالضبط. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. صلوا على سيدنا النبي. من هم أحق الناس بالقول اللين؟ أو الناس أو المجموعة؟ الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل. شوفي بقى، إداك الأمر الأول، إداك النهي الأول بعدين إداك الأمر. فلا تقل لهما أفن. أفن كلمة صغيرة مكونة من حرفين وهي أدنى كلمة في القرآن. أفن دي ما تقولهاش لباباك ومامتك. ولا تقل لهم أفن ولا تنهرهما. النهر أيضا بالإيه؟ بالقول. وقل لهما قولا كريما، وده أفضل وأعلى مراتب الإحسان. لك كل البر وكل الفضل وكل الكلام الطيب وكل الفعل الطيب وكل الكلام الحسن وكل الفعل الحسن لوالديك. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا معروفة. دول مين؟ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. مين اللي ابتدى لمامتها دايما بالرحمة؟ كل ما تبص كده وتطلب في وجهها كده تقول رحمك الله سبحانه وتعالى كما ربيتيني صغيرة.
بعض السلف الصالح كانوا يطأطئون رؤوسهم عند التحدث إلى والديهم، وكان يخفض الصوت حتى لا يكاد يسمع. بعضهم كان يحدث والديه ويده خلف ظهره احتراما وتقديرا، وبعضهم كان لا يسبق خطواته خطوات والديه احتراما وتقديرا. هو ده القول اللين، هو ده الفعل اللين، هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرني به. كل عبادي يقول التي هي أحسن، لم يقل حسن بل قال أحسن، يعني أفضل، أفضل حاجة تقوليها أنطقي الكلمات قبل ما أخرجها. لو هقول لواحدة ممتازة أقول لها ممتازة أحسنتي، أختار الكلمات القوية الكلمات الجميلة. مين فينا بيختار الكلمات؟ واحدة تتهجم عليك بالكلام كده وتقولك معلش أصلا اللي في قلبي على لساني، لا مش اللي في قلبي على لساني، أصلا طيبة واللي في قلبي على لساني، لا 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 مش كده، دي وقاحة، ده جهل، ده تنمر، كتير كتير بيحصل منه. لا ده أنا بنتقي، بنتقي القول الطيب والقول الحسن في الفعل وفي رد الفعل. لو أنا هقول كلمة أقولها حسنة، لو حد تهجم عليا أرد بالحسنة. الأحنف ابن قيس خاصمه رجل، يعني خاصمه رجل يعني اتعنف مع رجل بالكلام، فقال له رجل والله لو قلت لي كلمة سأقول لك 10، لو ردت عليا بكلمة هرد لك 10. سيدنا الأحنف قال إيه؟ والله لإن قلت 10 لم أقل بكلمة. اتحرك، اتكسف، مرضاش يرد عليه واعتذر له. وده بيحصل معانا، لو واحدة من زميلاتنا مثلا اتعصبت عليا وقال لها خلاص أنا أسفة سامحيني ما كنتش واخدة بالي، تراجعت كده وقال لها طب خلاص 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 حصل خير حصل خير. طب ما حصل خير، ما انت كنت عماله تزعقي من شويه دلوقتي حصل خير هكذا. طيب قلنا احق الناس الوالدين، بعد الوالدين الاقربون. في سوره النساء وصلنا الله سبحانه وتعالى بالاقربون، ها في الميراث الاخوه. ليه بقى؟ لان هم صله، لان هم صله الرجل ورحمه واصله. من وصلهم؟ وصله الله ووسع في رزقه واطال الله في عمره. من سره ان ينسى له في الاخوات والاقارب كلهم، الاقارب عموما، من سره ان ينسى له في رحمه ويسع له في رزقه فليسر رحمه. كذلك الامر، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في سوره النساء، اللهم صل على سيدنا النبي، وإذا حضر القسمة للقربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروف. هم ملهمش نصيب في الميراث، ولكن ابسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم، يعني يعني وسعوا كده، اتحدثوا كلام طيب كلام لين، عيدوا عليهم، افرحوا معاهم، زوروهم. كل آية فيها قول لين، قول لين، قول معروف، هكذا أمرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. كذلك الأمر، أحق الناس بالقول الطيب العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، والعلماء ورثت الأنبياء. يبقى عندهم أخفض القول وأحترم نفسي وأتأدب وأنظر في الأرض تقديرا لعلمهم وتقديرا لمكانتهم عند الله سبحانه وتعالى، وإنهم ورثة الأنبياء. يعني أنت في حضرة وريث من ورثة الأنبياء، فلازم تحترمي القول ولازم تلين القول وتخفض الصوت في حضرة العلماء. لكن الحال الآن نتهجم على العلماء ونطعن في كلامهم ونقطع في كلامهم. صلوا على سيدنا النبي. قلنا أحق الناس بالقول الطيب الوالدين، الأقربون، العلماء، الزوجين. ما بين الزوجين لازم لازم ما بين الزوجين يكون فيه ود، مودة، رحمة، احترام،
لازم يكون في قول لين. الزوجة تحتوي زوجها وتقدر غضبه، كذلك الزوج يحترم زوجته ويقدر غضبها ويقدر تقلباتها ويقدر تعبها وجهدها مع الأولاد، يكون لين الكلام معها. سيدة عائشة رضي الله عنها لما غارت على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت طبق أو صحن أمام الصحابة وفي حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، موقف محرج جدا جدا، وفي حضرة سيدنا النبي وفي حضرة الصحابة والناس شايفة. طب سيدنا النبي يعمل إيه؟ ابتسم وعلق بكلمة بسيطة وكلمة هينة لينة، غارت أمكم، بس كده الموقف عد، اعتذرت طبعا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: يا عائشة إني أعلم متى أنت راضية عني ومتى أنت غضبة. فقالت له: كيف يا رسول الله؟ قال: حينما تكوني غضبة تقولي لا ورب، لما تكوني عني راضية تقولي لا ورب محمد، لما تكوني عني غاضبة تقولي إيه؟ لا ورب إبراهيم. فشوفي بقى سيدة عائشة تتدارك الموقف بقى كده، وبترد عليه بقول لين برضه، تقول له إيه؟ والله ما أترك إلا اسمك، يعني انت برضو مكانك في القلب محفوظ. اتفقنا؟ فأخيرا وليس آخرا، لا اللي قبل الأخيرة، القول اللين مع غير المسلمين: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. إيه هو البر؟ شيء هين، وجه طلق، وكلام لين، صح ولا لا؟ يبقى مع غير المسلمين أدعوهم بالحسنى، وأدعوهم إلى الإسلام بأقوالي وأفعالي وأخلاقي، أقول القول الحسن، ما غلطش في حضراتهم، يقولوا شوف المسلمين بيقولوا إيه، شوف المسلمين بيسبوا، شوفوا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. حتى لو أنا هجادل، حتى لو أنا هناقش، حتى لو أنا في مناظرة، وجادلهم بالتي أحسن، وادعوا إلى سبيل ربك. قال بإيه بقى؟ ما قالش بالأدلة والبراهين والقوة والشدة والسيف، ما قالش كده خالص. قال إيه؟ قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة، يعني كله كلام، كله كلام، بس كلام إيه؟ هين لين سهل. ورحم الله سبحانه وتعالى بقول النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم: رحم الله كل امرئ هين لين سهل. هين لين سهل في إيه؟ في الكلام، يخفض جناح الذل، يخفض الصوت في حضرة العلماء، يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، ولما تيجي تجادلهم وتناقشهم وتناظرهم بالتي هي أحسن، أفضل، أفضل كلام، انتقي أفضل الكلام، الكلام الذي لا يحمل على أوجه متعددة، لا يحمل على وجه واحد وواضح وصريح، وتكون في قمة الأدب وانت تتحدث. اتفقنا؟ طيب سائل، ها ولا سائل خبط على بابي وعايز وانا مش هديله، واما السائلة فلا تنهر، ما قالش بقى فلا تزق، فلا تخرج، فلا، ما قالش فعل، القول فلا تنهر. ليه بقى؟ لان القول ده سكينة، سيف، حاجة جديدة جدا، بكلمة ممكن تولع نيران وتقوم حروب وتسقط دول، وتسقط دول. اتفقنا؟ الكلمة يعني لما في رواية عمر بن العاص رضي الله عنهم، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله: أي المسلمون خير؟ إيه أفضل مسلم؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل الصائم، القائم، المتصدق، الذاكر، ما قالش أي، كل دي فضائل عظيمة، ولكن اهتم بالنقطة دي، القول الطيب. ليه بقى؟ لأن القول الطيب يتبعه العمل الصالح، بمعنى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط مستقيم. الهداية ابتداء من الله سبحانه وتعالى، لا ابتداء من قلبي أنا، لما أنا أتعود على القول الطيب، أتعود على القول الحسن، أربي نفسي وأربي لساني إني ألتزم
بالقول الطيب وأنطقي كلماتي وأراعي مشاعر الناس، ربنا سبحانه وتعالى يرسل إلي الهداية إلى صراطه المستقيم. وبالتبعية العمل الصالح مترتب على القول الطيب، وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. طيب صلوا على سيدنا النبي. عارفين سورة الفرقان؟ حافظين الآية وعباد الرحمن أول صفة، الذين يمشون على الأرض هون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. طب عباد الرحمن بيعملوا حاجات كتير يا أستاذتنا، صح ولا لأ؟ عباد الرحمن بيتصدقوا، بيصلوا، بيصوموا، بيقرأوا، بيزكوا، بيأمروا بالمعروف، بينهوا عن المنكر. كل هذا قول طيب، كل هذا فعل طيب. بس لما جه خصهم بصفة، أو أول صفة هي الصفات اللي احنا نلتفت إليها، والذين خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة. قالوا سلامة ليه؟ أعرضوا عنهم. قالوا سلامة مش عن ضعف، عن قوة، احتراما لقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، احتراما لأمر النبي، الأمر الله سبحانه وتعالى لنا. هما دول بيعظموا شعائر الله، بيعظموا أوامر الله سبحانه وتعالى. كلنا عارفين الأوامر والنواهي، بس مين فينا بيعمل بيها، صح ولا لا؟ مين فينا بيلتزم؟ إذا خاطبوا من جهلون قالوا سلامة، أعرضوا، لم يردوا السيئة بسيئة، لا، ردوا السيئة بالحسنة، وإن الحسنات يذهبن السيئات. فلما أكون عداد حسناتي شغال، أنا بهذب نفسي وبقويها وبهذب لساني وبروضه، أبقى في دماغي الرد الصعب والرد الفاحم والرد اللي هيخلي اللي قدامي يتخرس، بس لا، أنا هتحكم في نفسي وهخالف هواها ورد القول الطيب. وبعد ما الموقف يخلص أجي على جنب وأقول ده أنا كان لازم أرد وأقول كذا، ده أنا كان لازم أرد عليه وأعرفه حد وأعرفه. لا لا لا، ما هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. بالك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتهجموا عليه وقالوا عليه الأقاويل، ولكن فأعرض عن الجاهلين، إن كفيناك المستهزئين. الكفاية من الله سبحانه وتعالى. ليه بقى؟ لأن الله سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمنوا، وأنا عاملة حساب إن لدي حافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ويوم تشهد عليهم ألسنتهم. أول حاجة تشهد عليك، لأن كما قلنا كلمة الإسلام، الإسلام بكلمة والكفر بكلمة. فأنا لا، يعني لا أقول حتى يكتب عني، لا أقول إلا الحق. اتفقنا؟ طيب آخر بعد الحديث، بعد إذنك أستأذنك بعد الحديث عشان بس في تصوير. آخر حاجة الأولاد، القول الطيب معه وعدم التنمر عليهم. بشوف أمهات كتيرة، يا غبي، متخلف، إيه ده إيه الكلمات دي؟ ما أنت كده بتأصلي فيه صفة، بتأصلي فيه صفة بكلماتك. فين الثقة اللي حضرتك بتبنيها فيه؟ شفتي الأب بيتطاول عليه أو يعني بيربيه بعنف أو بشدة أو بقسوة؟ كون أنت اللين والحب، رجع له ثقته بنفسه، ما تقارنيش بينه وبين أخواته أو بين زمايله. يعني بره بيتنمروا عليه، قوي فيه انت الثقة بالقول الطيب وبقول اللين. حضرتك هتكسبي حبه، هتكسبي وده بالقول اللين، هتخليه يتحول معاكي 180 درجة بالقول اللين. سيدنا علي رضي الله عنه يقول: من لانت كلماته وجبت محبته. ومن أسباب المغفرة كما يقول لنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: بذل السلام وحسن الكلام، يغفر لك ذنوبك جميعا بإيه؟ بحسن الكلام. فلما أكون حسنة الكلام مع الوالدين ومع الأقارب ومع الزوجات وبين الزوجين ومع غير المسلمين ومع السائلين ومع عباد الرحمن ومع أولادي وأحفادي، هعلمهم وهأصل فيهم القول الطيب والقول اللين والكلمة الطيبة. وقولوا للناس حسنا
واجبروا الخواطر وراعوا المشاعر وانتقوا كلماتكم وتلطفوا بأفعالكم وتذكروا المشاعر وعيشوا أنقياء سعداء أصفياء لا تألموا أحدا بلسانكم ولا بكلماتكم. فهذا هو منهج الأنبياء وأخلاق النبلاء. فأسأل الله العلي العظيم أن يصلح لنا أعمالنا ويصوب لنا كلماتنا ويلهمنا رشدا ويجعلنا مما يستمعون القول ويتبعون أحسنه ويغفر لنا ما في السر وما في العلن ويجعلنا من أوليائه وعباده الصالحين. اللهم آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خيرا دكتور وفاء على هذه الكلمة الطيبة. أسأل الله تعالى أن يسقر بها موازين حسناتك وأن يفتح عليك فتوح العارفين. اللهم أمين. أحبتي الكرام، الكلمة قوة، الكلمة طاقة، فلا بد أن نصرفها في الحق، في وجوه الحق. الكلمة الطيبة تؤلف بين القلوب وتسر بها النفوس وتذهب الأحزان وتبهج الأسماع. الكلمة الطيبة تهدي الضال وتعلم الجاهل وترشد التائه وتذكر الغافل وتنفس عن المكروب. الكلمة الطيبة نروح بها عن النفوس، الكلمة الطيبة تطمئن بها القلوب، الكلمة الطيبة تقرب البعيد وتيسر العسير وتذلل الصعب وتهيئ الأسباب وتفتح المغاليق. الكلمة الطيبة أحبتي الكرام هي هداية وتوفيق من الله عز وجل. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. ديننا الإسلامي أحبتي الكرام يرشدنا إلى جميل الأخلاق، إلى جميل القول وإلى جميل الفعل، ويرشدنا إلى استخدام هذا اللسان، هذا العضو، فيما يعود بالخير على الفرد وعلى المجتمع. والله سبحانه وتعالى ضرب مثلا للكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة والكلمة الخبيثة بالشجرة الخبيثة. الكلمة الطيبة تجعل صاحبها محبوبا بين الناس، موفقا في سائر الأعمال بإذن الله. الكلمة الطيبة تنشر المحبة والمودة والألفة بين الناس في المجتمع. الكلمة الطيبة توحد الصفوف وتنزع الحقد والحسد والبغضاء والكراهية والضغينة من النفوس. إفشاء السلام هذا من الكلام الطيب. فلنجرب أن نستبدل الكلمات الجارحة وكلمات النقد بكلمات النصح الحانية التي تريح النفوس. فلنجرب أن نستبدل كلمات التصريح بكلمات التلميح، أن نستبدل عبارات اللوم بألفاظ المديح، أن نستبدل الفحش والبزاءة والضرر والإزاء بالقول الحسن، ولنتمثل للأمر الإلهي وقولوا للناس حسنا، الناس جميعا مسلمين وغير مسلمين، وقولوا للناس حسنا، قانون عام في التعامل مع الناس كافة. نسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يرزقنا كلمة الحق في الغضب والرضا. اللهم آمين آمين. أحبة الكرام، في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أتوجه بجزيل الشكر والتقدير لمعالي الأستاذة الدكتورة نهضة الصعيدي والدكتورة وفاء حسام الدين، والشكر موصول لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلقاكم غدا بإذن الله، والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان في سؤال، يعني سؤال شاغل ذهني، هي انصرفت بس ممكن نقدم نصيحة للناس. هو ابنها أحب زميلة في العمل 4 سنوات، طبعا أكيد وعدها أنه هو يتزوجها، هو حس أن البنت مناسبة لي، لكن لم يتقدم رسميا لعدم جاهزيته في هذا الوقت. عندما يعني كان مستعدا للزواج ذهب وصرح، فبدأت الأم تسأل عن البنت، فعرفت أو هو أخبرها أنها كانت محجبة مدة من الزمن، ثم نزعت الحجاب وقال لها ستعود وتلبسه، ولكن ليس لي الآن كلام عليها، ولكن عندما أخطب تعود مرة أخرى للحجاب. أيضا أخبرها أنها يعني كانت مدخنة لفترة قصيرة من الزمن وبسبب تأثير بعض الصحبة، لكن هي أخلاقها جيدة. والأم بنفسها قالت لما سألنا عن العائلة، عائلة ممتازة وكلها ممتازة، لكن مجرد أن سمعت أنها خلعت الحجاب أنها يعني كانت مدخنة لفترة ما، نهرت ابنها بعنف وتكلمت معه بشدة. لابد أن تمتنع وتقلع من هذا الطريق، وهذه البنت مرفوضة.
ثم طلبت من أخيها وهو يعمل في نفس الشركة أن يسأل عنها، فقال يعني النصيحة أنه يجب أن يبتعدوا عن هذا الباب. فما كان من الابن إلا أن خاصم الأب والأم وسافر خارج البلاد 5 أشهر لا يتكلم معهم. السؤال الآن، هل بر الأبوين يدخل في الزواج أم لهم فقط النصيحة وهو يتحمل النتيجة، أو فعلا تصرف الأب والأم صواب؟ تفضلي معالي الدكتور. الاخر راح فين، اتجوزها ولا ما اتجوزهاش؟ في الاخر هو لم يتزوج، هم رفضوا بشده، وكان رد فعل الابن انه سافر خارج البلاد ولم يتكلم معهم، فقد قالت من 3 أيام ارسل لنا رساله واللهجه صعبه جدا، هي تبكي تقول قال لها يعني فرقتم بينا وهي خلاص اتخطبت وانا مش مسامحكم يعني. فربما هو يتزوج بعد ذلك، ولكن ممكن والله اعلم انه دائما يستحضر هذه البنت التي احبها مده عمري 4 سنوات حتى وإن كانت يعني، وربما يفشل في الزوجات الأخرى أو يوفق، ربما يكون هذا شر صرفه الله عن الله أعلم. طبعا يعني ليس كلامي، ولكن لنا منهج جميل، منهج الإسلام. الله عز وجل أمرنا بتجبية أبنائنا وفق مراد الله عز وجل ووفق ما ورد في كتاب رب العالمين. يعني أحياناً يتسلط الأب والأم تسلطاً لا معنى له، ويريدون من أبنائهم أن يكونوا نسخة منهم، يأتمرون بأمرهم وينتهون بنهيهم، وكأنهم ينتزعون شخصياتهم انتزاعاً، وكأن أولادهم لا وجود لهم في الحياة. وهذا طبعاً يعني شيء صعب جداً، أن أسلب من ابني شخصيته. أنا ماذا علي كأم أو أب؟ أنا مأمورة بأمر معين. يعني الأب له مسؤولياته وعليه واجبات تقع عليه تجاه أبنائه، والأم كذلك عليها. أنا أفعل ما علي وأقوم بعد ذلك، إذا أنا ربيت تربية صحيحة سينتج رجلا صالحا يستطيع أن يقيم الخير من الشر، أو أن من حقه أن يختار المستقبل الذي ينشده لنفسه. ربما رأى سعادته في هذه المرأة، إذا كان الإسلام حلل الزواج من غير مسلمة، يعني أباح للرجل المسلم أن يتزوج غير المسلمة. أنا آجي عشان هي خلع الحجاب أقول لا، ما ينفعش، أنا أسيطر كأم، أو يا سبحان الله. يعني من الذي نصب من هذه الأم؟ هي تفوق الإله، تفوق رب العالمين في تشريعاته. يعني أفرق بين ما أنا أرتضيه لابني وما كنت أود أن يكون ابني عليه، وبين حدودي كأم. لا، ليس حدودك كأم أن ترغم ابنك على الزواج أو عدم الزواج. أنا أنصح، أنا أوجه، وقبل ذلك أقوم بالتربية الصالحة، مش أقعد أفرط طوال العمر في تنشئة ابني تنشئة صحيحة، ثم لما أجي أجني الثمر أندم. ندمك خليه يحتفظ به لنفسك، لكن لا تسقطه علي كابن. إذن أنا واجبي وما هو علي أن أربي ابني تربية صحيحة سليمة. بعد ذلك اختياره ليس يعني لا أجبره على اختياره، وإلا يعني أنا يعني أنتزع حق أصيل من حقوقه كبني آدم كإنسان. إذا ليس من حق الأم أن تجبر ابنها على الزواج من عدمه. هي تنصح، هي توجه، هي تباشر، هي تسأل، يعني أشياء كثيرة جدا. لكن أن تخاصم وأن تأخذ موقف تجاه ابنها وتتزوج هذه أو لا، أو لا بد أن ترفض هذه، ليس من حقها. ودعونا نتحلل كآباء وأمهات شوية من فرض السيطرة على أولادنا، لأن هذا العناد معهم وهذه السيطرة التامة خلقت أشخاص لا قيمة لهم، لا يستطيعون أن يفكروا، لا يستطيعون مواجهة الأمور، لا يستطيعون اتخاذ قرارات بأنفسهم، شخصيات مهزوزة. يعني إيه الأمر العظيم الذي سيترتب حتى لو فشل في زواجه؟ هي في النهاية هي دنيا نعيشها، دنيا نعي، هو يخوض تجربة معينة يعني ويتحمل قراره بنفسه. طيب وما لو أتيت له بملكة جمال العالم أدبا وخلقا وجمالا وهو لا يقبلها؟
هو لن يكون سعيد معها. طيب ما الذي كسبتيه أنت؟ أنت ماذا تريدين؟ تريدين تمثال كده تفاخري به أمام الناس، أو تريدين سعادة الإبن؟ يعني لابد أن نتغير كثيرا في تفكيرنا وفي تربيتنا تجاه أبنائنا. والأم لها حدود معينة، حتى وإن كانت أم، حتى وإن كانت أم، لكن أن تجعل من ابنها شخصية مهزوزة لا قيمة له، ولا يستطيع أن يأخذ قراراته بنفسه رغم أنه قد وصل إلى مرحلة من العمر تؤهله، ثم بعد ذلك بداعي أنها الخوف وبداعي المصلحة وبداعي الشفقة عليه، لا، خلي دواعيك لنفسك، احتفظي بها لنفسك. قومي أولا بما عليك وبما أمرك الله به، سيستقيم لك دون أن تتكلفي هذا التكلف. فيعني نصيحة للأمهات، لا تضيقوا على أبنائكم، لأن ما كان تضييق إلا وراءه الخراب. كلما ضيقتي وأردت ظنا منك أنك تريدين الخير، ستفقدين أبنائك تماما، لأنهم لن يقبلوا، لن يقبل ابنك أن تسيطري عليه سيطرة تامة إذا كان صاحب نفس أبي، ستفقديه للأبد. يبقى لا كسبتي ولا كسبت حياته ولا زوجته ولا كسبت أي حاجة، سينشق عنك وتكوني قد عققتيه قبل أن يقوم بالعقوق إليك. أنت الذي زرعت هذه البذرة، بذرة العقوق. جزاك الله خيرا معالي الدكتورة على هذه النصيحة الغالية. والحقيقة يعني رغم أن السائلة انصرفت، ولكنني أصرت أن أطرح السؤال لأنها ظاهرة يعني موجودة في كثير من البيوت، وممكن موجودة بصور أخرى، موجودة في الدراسة أي كلية يدخل، ولابد أن تدخل هذه يعني حتى يكون شكلنا أمام الناس والعائلة. هم دائما يبحثون، يعني هي كانت تتكلم قالت شكل العيلة أو شكل الناس أو شكل، فدائما الشكل المجتمعي والنظرة للناس وكيف ينظرون إلينا دائما نضعها في الحسبان ونغلبها على مصلحة الأبناء، وهذه جريمة للأسف. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ما أرى للمتحبين إلا الزواج، وقصة مغيث وبريرة يعني كلنا نعرفها، كان مغيث يمشي وراءها ويبكي. في أسئلة؟ تفضلي. تمام. الحمد لله ان هو مثلا كان تعيين في الاوقات مثلا. تمام. الماجستير والدكتوراه. هيتوق لها الفرصه ان هي تعمل ماجستير والدكتوراه. هل البنت الامر ان هي ترفض هذا الزواج؟ مثلا بحجة ان هي مثلا عايزه تكمل دراسات عليا والكلام ده، هو هيوفر لك هذا؟ هي متقبئة طبعا، يعني من حقها تقبل او ترفض. وهنرجع بالسؤال للدكتور، ده سؤال حضرتك يعني. تمام. تمام. هو يعني احنا مثلا انا فهمت سؤال حضرتك خلاص. انا مثلا تمام تمام. هو قال ترضونا، اللي بترضيه حضرتك انا غير اللي انا برضاه، كل واحد ليه بقى معيار في الرضا. يعني ايه اللي يرضيكي؟ اللي يرضيك انت غير اللي يرضيني انا، غير اللي يرضي بنتك. تعال هنرجع تاني بالسؤال. في سؤال تاني؟ اتفضل. طيب ماشي. حاضر. السؤال لحضرتك واضح، اتفضلي. احنا عارفين يعني بعد ما هو عمل العمل الصالح بعد كده لقى فيه انتكاسه. ماشي. يفضل، بس ممكن يفطر شوية. ماشي، هنشوف السؤال. حاضر، تفضل. العصافير اللي في الشغل. تمام. فانت شايفة العكس، شايفة معها العكس، الدنيا ماشية تمام. تمام. سؤالك بقى ايه؟ طيب ماشي، حاضر. يعني انت تلقى عليكي ازاء منها، تعملي معاها ايه يعني؟ طيب ماشي، حاضر. في اسئله اخرى؟ اتفضلي.
ابن حضرتك مع ابن اخوه. يعني تمام، الولد مع عمه. عايزه تعرفي الطلاق وقع ولا لا؟ ده يبقى مسائل الطلاق لازم يعني يتوجه للفتوى، صح؟ هي حاضر. بصي، مسائل الطلاق لازم الزوج ويكون موجود ويتوجه، لازم هو بنفسه يكون موجود، يعني احنا ما نقدرش نتكلم في مسائل الطلاق. في اسئله اخرى؟ في اسئله اخرى؟ اتفضلي. ايه؟ لها مسبوق؟ قضاء يعني؟ يعني مثلا هو دخل في التكبيرة الثانية وانت دخلتي مثلا. تمام، ماشي، حاضر، تمام، خلاص كده. نبدأ بسؤال الأخت. هي واحد يتقدم لبنتها ظاهريا حافظ القرآن ومحترم، فالبنت مش موافقة بحجة إن هي عايزة تكمل تعليم. هي بتسأل يعني هي شايفة إن ده جاءكم من ترضون دينه وخلقه، الدين والخلق كويس، فالمفروض البنت توافق. إيه رأي حضرتك يا دكتور؟ يعني هتظل المشكلة بين الأم وبنتها. الأم عايزة بنتها تتجوز وتفرح بيها، وعايزها في أقرب عريس تزوجها، والبنات أصبحوا من التعليم والثقافة والعقل وعايزة تكمل والطموح، وتظل المشكلة إلى قيام الساعة. الذي يضبط هذه المشكلة والذي يريح الأم نفسيا هي الالتزام أنت تستدلين الآن بحديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. هذه رسالة وجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآباء والأمهات الذين يمنعون بناتهم من الزواج، ولكن فلذلك وجهها لك. لكن ليس هذا جبر، الإسلام أعطى المرأة الحق في اختيار الزوج، وهذا من تكريم الإسلام للمرأة. لأن القضية ليست قضية نعم هو أنا أرتضي دينه وأنا قلت لك زوجي لمن لا ترتضي، هو يقول لك لأن كانوا في الماضي يمنعون بناتهم من التزويج. فالرسول جاء لتكريم المرأة أكثر، جاء البنت في هذا في حال موافقة البنت، لكن الحديث موجه للآباء والأمهات في حال البنت موافقة. فإذا جاءك من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، والمعايير التي ذكرتيها على جلالها وعظمها، لكنها ليست كافية أن تجبر بنت على الزواج. عنده وظيفة وخريج أزهر ومتدين، وكلها أشياء جميلة جدا، كلها أشياء جميلة، لكنها ليست معايير للكمال وليست معايير للإجبار على الزواج. يعني لا بد أن تكون مقتنعة. طيب أنا حكيت لك منذ قليل بهيسة جاءها ملك من ملوك العرب، ومع ذلك هي يعني رفضت. أليس ما كانش هنا إذا جاءكم من ترضون لها نصيبها؟ ولكن أنا نتوجه بالنصح، وأن يكون هناك حوار دائم بينك وبين ابنتك. لماذا؟ لتوضيح بعض الأمور. ربما هي على خطأ، ربما هي تكمل، هذا لا يمنعها من الزواج. لا، أنت توضحي لها أن الطموح الزائد في النهاية، أن المرأة أول أولويات، أن يكون مهما وصلت المرأة إلى مكانة عالية وراقية في التعليم دون هذا الشق، يعني تشعر أنها ناقص منها أشياء كثيرة جدا. فكم من الناس وصلوا إلى مراحل كثيرة ولكنها لم تحقق معنى الأمومة، هذا معنى عظيم جدا. بعد الدكتور أنت عودتها بقى ربطيها، شوفي ربطيها، هي حرة، واحدة كثير كريمة المروزية، عالمات هذه الأمة لم يتزوجن، كثير لم يتزوجن، ولكن وجدوا متعتهن في العلم. لكن طبعا كأم لن تقبلي هذا الكلام، مش هتقبليه. يعني الكثير من النساء المشرقات، وكنا راويات لصحيح البخاري، ودرس على أيديهن الكثير من الرجال، لم يتزوجن، وفتح الله عليهن ولم يصرفهم الزواج. ولكن هذه يعني سبحان الله، يعني الناس كلها لن تكون فترك الكون له خالق.
ولنا خالق يدبر وانزعاجك وانزعاجه لا تخلعيه على ابنتك. أنت كأم اطلب الدعاء، ادعي لها بأن يوفقها الله. ربما لم يكن التوفيق في الزواج، ربما كان التوفيق في تأخر الزواج قليلا، ربما ربما ربما. إذا أنا أدعو الله بالصلاح والفلاح وأفعل ما علي. فيعني اهدئي واطمئني وسيأتي لها رزقها الذي قدره الله لها. قل لئن اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه، لا بد أن يكتبه الله لها. وإذا لم يكتبه، والله لو جبت الأمة كلها تقنعها ما اقتنعت. فيعني اهدئي واطمئني وادعي لها بالصلاح والفلاح أيا كان، فالله هو الأعلم بحالها وبالأصلح لها. وما يعني ربما يكون اسمها في الخالدين بشيء آخر، فهذا هذه واحدة. فيعني على كل أم، يعني لأن الأم دايما ولن تهدأ لأنها عاطفة، هي لن تهدأ، لكن نحن نريد أن نهذب، وهذا الجماح نمنعه قليلا، هو لن يختفي ولكنه يهدأ. فيعني هذه واحدة. أنا لفت نظري، معلش سامحيني، في شيء قيل هنا مواسم بتاعت، لا مش المواسم، في حد قال هنا شيء كنت أريد أن أعقب عليه، كان عصافير بتاعت العمل، عصافير عصافير إيه، الله يهديك، عصافير وبغبغانات و... يا ستي ما الذي يزعجك؟ إحنا منزعجين ليه؟ ما تكونوا كده ناس مؤمنة كده، ما أحلى الإيمان. اللي ماذا قال الله عز وجل؟ قل آمنت بالله ثم استقم. أعطى لك العقيدة في كلمتين، أن تؤمني بالله وأن تستقيمي على طريق الله، وبعدين تقولي ما قالته السيدة هاجر، إذن لا يضيعنا. يقين بالله، ثبات مع الله، توكل على الله. تقولي لي رئيسك في العمل، إذن أنت مع الله. قل آمنت بالله ثم استقم. هذا ما نريد أن تكون عليه المرأة، امرأة قوية صابرة صامدة متحدية للصعاب، مؤمنة بربها واثقة بعطاءات الله. لكن إحنا ننزعج جدا من أي تصرف، ليه؟ لأن العقيدة عندنا ليست قوية، ليست ثابتة، ليست راسخة، مع أن معنا كتاب عظيم جدا، نقول عصافير وحمام ما لنا علاقة. هذه مكاسب قد تشوفيها أنت أو غيرك، مكاسب إنها وصلت لإيه، صعدت لإيه، نلت إيه. والذي فصل من العمل إن كان قد فصل، هو الله قدر له، لكن جعل سببا له فقط، هو ما كان إلا سبب ولم يكن صانعا لهذا القرار. الله هو صانع هذا القرار، ولكنه وضع السبب الذي به يصنع قراره. فلا تظن إن فلان إن ده اللي أدى كده، هذا من الجهل بالدين ومن قلة العقل. تتكلم إيه؟ تنقل. أنا مالي أنا تحسبيني أنا مالي أنا لي بحالي أنا؟ هو أنت تستطيع أن تسيطر على أمة بأكملها؟ أنا أسيطر على نفسي، كل بل الإنسان على نفسه بصيرة. الإنسان يسيطر على يتقي الله، والله الذي اتقيتيه هو الذي سيكون ناصرا معينا حسيبا وكيلا. هاجر كانت في مكان لا زرع فيه ولا ماء ولا شجر ولا بشر ولا إنس ولا جان، يعني كل ما حولها يقول لها أنت هالكة لا محالة. تقولي صاحب عمل، ده كل اللي كان حوالين السيدة هاجر يقول لها أنت هالكة. هل استسلمت؟ هل ضعفت؟ هل خارت قواها؟ اعتمدت الجد والسعي والعمل منهج حياة لها، فسعت ذهابا وإيابا إلى أن أصبح المسلمين إلى يوم الناس هذا الصفا والمروة. طب هي كانت بتعمل ليه؟ ما كانش في مية عشان تسعى لها، لكنها فعليك بالعمل بالجد بالاجتهاد، لأن الله هو الذي قال لا أحد غيره، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. إذن أحسن العمل. أنا عصافير وأنا هذه معاني كلها من الثقافات الغربية والثقافات المختلة التي أشيعت في أذهاننا. وللأسف نحن مسلمين مؤمنين معنا قرآن عظيم، نعرض عنه صفحا ونقول عصافير وحمام؟ ينفعش. جزاك الله خيرا. لا 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 ابدا، لا اسعدتينا والله يا دكتور، جزاك الله كل الخير. بصي حبيبتي، يعني في دائما جمله تقول اسمع عندي بنت زي بنتك كده، يعني
هذه اللقاءات مسجلة، من كان يسأل اللقاء مسجل فيديو وينشر على صفحة الجامعة الأزهر على الفيسبوك وعلى قناة الجامعة على اليوتيوب. نعود للأسئلة. السؤال بمناسبة سؤال العصافير، وأن بعض ربما يعني يقع منه إزاء لك أو للآخرين، يعني أحيانا يكون المنع عين العطاء، وربما الخير يكمن في الشر، في ظاهره شر، أنت بعينك تقولين هذا شر، فعلت فيه شر أو لكن هو الخير، لا تدرين، لو اطلعتم على الغيب لرضيتم بالواقع. نعود للسؤال، تسأل عن في بعض القرى في مصر أو بعض العادات عندهم شيء اسمه مواسم، يعني يقدم للبنت بعد الزواج مثلا، صحيح؟ هذا من الإسلام، هذا عادات وعرف يعني، لكن الزوج هو مطالب بالنفقة، خلاص هي تزوجت ومطالب بالنفقة بكل شيء، يعني ما تقدميه هذا هدية، لا أحد يلزمك بشيء، مثل الجهاز وتجهيزات العروس وتأتي بغسالة للأطفال وللكبار، كل هذا ليس من الدين في شيء، هي أعراف يعني. هم بيطلبوا؟ حاجة تحبي تعالي، اتفضل يا دكتور. خدت حق. يعني احنا دايما عايزين نكون فقط يعني هاديين كده، ما ننزعجش من الناس، من تصرفات الناس حوالينا، اصل الناس مش هتمشينا، احنا اللي مشينا ربنا. فيعني اذا كان العادات المعروف عرفا كالمشروط شرطا، اذا هي عادة وانت قادرة عليها وتستطيعيها افعليها، يعني هذا من باب من يعني من باب التلاحم، ومن باب الصلة الجميلة، ومن باب يعني ابنتك تكون تشعر يعني بأنها لها أهل، هذه معاني جميلة لا نفقدها. والعادات والأعراف أشياء جميلة أيضا، يعني في عادات وأشياء جميلة، فإذا أنت تستطيع أن تضعي ابنتك في هذا المكان في وسط أهل زوجها طبعا فبها ونعمت، وإن لم أنت مالك من اللي بيطلبه، أنا لي بما أستطيعه، لأن الله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنا ده منهجي، أنا هروح أرضي الناس ولا أرضي ربنا، أنا ربنا قال لي هذا الأمر، فأنت اللي يقول أصل الناس، لو أنت قعدتي مترقبة لكلام الناس وأفعال الناس وتصرفات الناس، هو سيدنا محمد سلم من الناس، ما سيدنا محمد ده ربنا نفسه قالوا الله ثالث ثلاثة، يبقى انت هيجوا عليك انت وينصروك، يعني لا تلتفتي للناس، التفتي إلى رضاء الله عز وجل. فالأعراف المعروفة علماؤنا قالوا المعروف عرفا كالمشروط شرطا، إذا أعراف وتقاليد وهي لا تصطدم مع الدين فبها ونعمت إن استطعتها، وعلى قدر إمكانياتك، لكن إذا تستطيعي هذا شيء من البر، من البر. أنا لا علاقة لي بالآخر، علاقتي بالله، فإذا تستطيعي هذا الأمر على قدرك بأي كمية افعليها، لا تستطيعي لا يكلفك الله، فتستطيعي من وسع افعلي يعني، لكن لا أشق على نفسي. وبرضو ما تكسلش وقول ده أنا عنديش ويبقى عندي وما روحش أودي لبنتي، إن لا تضعيهم في حساباتك، شيلهم من حساباتك عشان تستريح، أنا حساباتي حسابات ربنا عشان نستريح جدا من الناس، لأن الناس مزعجة. ممكن تفهم بنتها بس إن ده ما قدرتهم يعني، عشان بنتها تكون في سلام نفسي. فرض زي مين فرضها؟ جت في سورة البقرة ولا في آل عمران ولا جت فين دي؟ فرض يعني إيه فرض عليه كده؟ مفيش. فأنا أقول لك إن استطعتيها الفيصل هو استطاعتك من عدمها، وبعد ذلك يعني أنت لست مكلفة بها، لست مكلفة بها، يكفي أنك ربيت ابنة صالحة تقيم بيتها وأولادها، ودائما تعهديها بالرعاية والنصح، حتى وإن أساءوا لها في الكلام عوديها من وقت، لأن النفس تحتاج إلى من يتعهدها بالرعاية، متى وتقوليهاش لا تقويها على أصنع، فالأمهات اليومين دول لا رد عليهم لا، ما هي احنا بالعكس هذا شيء طيب، يعني خلاها تنصفها هم ولها يعني، فدائما يتعهدي ابنتك بالرعاية والاهتمام والعناية، لأنك الأم، والأم هذه يعني هي مصدر كل خير لبنتها، يعني مصدر كل خير لبنتها،
فإن صحيها إن لم تستطيعي بالفعل فبالكلمة الطيبة التي تهدئ من نفسها، يعني لأنها في وسط يعني راعي أيضا مشاعرها، في وسط أهل زوجها، وهي تريد أن تظهر بمظهر، لأن المظاهر أصبحت تسيطر على حياتنا شئنا وأبينا. فقولي لها اظهري أنت قوية وأنت غنية بما تحمليه من أخلاق عالية. مش كل شيء مادي، المادي يروح ويأتي، لكن ممكن أخلاقها العالية، تصرفاتها، حسن تباعدها لزوجها، حسن معاملتها لأهله، هذه أشياء لا تشترى بالسكر والحاجات اللي هتوديها، يعني هذه أشياء أثمن وأغلى، فهي الثقافة والفكر، إذا تغير لدينا تغير كل شيء. جزاك الله خيرا يا دكتور. السؤال علامات قبول هنخلص الأسئلة اللي معنا وهناخد الأسئلة الجديدة. حاضر. يعني الدكتورة أجابت عن السؤال بعد اللقاء إن شاء الله، نقول لحضرتك بقى الملخص. يعني السؤال الآخر علامات قبول العمل الصالح، هي تقول أعرف أن من علامات قبول العمل الصالح أن يستمر الإنسان بعده على طاعة، فإذا حدث انتكاسة هل هذا معناه أنه يعني لم يقبل منه؟ تستفسر عن ذلك. تفضلي دكتورة وفاء. صلوا على سيد النبي. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبهنا إلى هذا الأمر، إن القلب دايما في تقلب، وكان دايما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فدي طبيعة القلب وطبيعة النفس الأمارة بالسوء، إنها لا تهنيني على أي عمل صالح أعمله. فأنا لما أفهم طبيعة نفسي وطبيعة قلبي أعرف أروض نفسي وقلبي إلى ما فيه صلاح لنفسي وصلاح لديني ودنيتي قبل آخرتي. علامات قبول العمل الصالح علامات كثيرة، أولها إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى أو إخلاص الطاعة لله سبحانه وتعالى، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور، إن أنا بقدم كل عملي خالص لوجه الله سبحانه وتعالى، بصلي بصوم بتصدق بجي درس بروح درس بتعلم علم شرعي بعمل أي حاجة بقول معروف بنهى عن منكر بعود مريض بتصدق بصدق أي عمل صالح أنا بعمله اللهم اجعل عملي هذا كله خالص لوجهك الكريم. اتفقنا؟ يبقى أول حاجة إخلاص عمل سبحانه وتعالى. ثاني حاجة طهارة القلب. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. القلب قلبي حاله إيه وأنا بعمل الطاعة دي؟ هل صادق ولا عايز يسابق؟ ليس العبرة بمن سبق ولكن العبرة بمن صدق. ممكن حضرتك تكون فعلك قليل بس صادق، صلاتك قليلة مقارنة بالحج مثلا أو مقارنة بأولادي، أنا بقرأ قليل هم بيقرأوا كتير، أقارن إن أنا بقى ولدي أنا بقرأ ختمت في رمضان القرآن مرة واحدة فقط لكن هي ختمت 3 مرات مش عارف إيه. لا، العبرة بمن صدق، هذا قبول العمل. طيب الثبات على الطاعة، النفس لوامة وأمارة بالسوء. اللوامة يا رب يرزقنا بيها، الأمارة بالسوء ربنا يكفينا شرها ويبعدنا عنها يا رب اللهم أمين. فدايما تأمرني أني أتقاعس أتكاسل تعبت وأنا أتبع هواي، لا أنا عايز أخالف هواي، وعندي الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولو أنا مش في زيادة أكون في نقصان، هكذا قال الحسن بن البصري رضي الله عنه. حاجة كمان، من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. اتفقنا؟ يبقى الثبات على الطاعة، ان انا الحمد لله ربنا اكرمني طول رمضان ان انا بقيم الليل الحمد لله، يبقى اتواصل بعد رمضان. بس انا الاول كنت بقوم ب11 ركعة واوقات ب8 ركعات واوقات ب21 ركعة، بس انا بعد رمضان بقيت بقوم بركعتين او ب4 ركعات على يعني بالعافية. اقول لها ايه؟ اقول لها خير العمل ادومه وان قل، افضل العمل ادومه وان قل. المهم ان انا بصلي قيام 2 مرة 4 مرة 8 مرة، يوم كنت تعبانة فصليت ركعتين، يوم كنت فايقة ومفوقة كده صليت 8، مش مشكلة، المهم ان انا بداوم، المهم ان انا اروض نفسي على المداومة وثبتها على المداومة. هتكاسل هتقاعس وهتبع هواي هقع، وزي ما قلنا الايمان يزيد بالطاعة،
كل ما بعمل طاعات كل ما إيماني بيزيد، ولما إيماني بيزيد في قلبي خلاص أنا بفضل على الصراط الحمد لله. طيب طيب زكاة الفطر كان سؤال عن إيه؟ مقدار بس يعني عشان بس تريحي نفسك، العمل الصالح الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلام جميل جدا، إنما الأعمال بالنيات. فأنت ما تحكمش صالح ولا ممكن يكون العمل صالح جدا، إنسان يتصدق ويبني مساجد ويبني جامعات ولكنه يبني ليقال أنه قد فعل، فهيقول له أنت في حسابه في الآخرة أنت عملت عشان يقال، أما وقد قيل فخلص أدخلوه النار. فيعني الأعمال ما أظن أنكم صالحة أو غير صالحة، إنما بنية كل إنسان، إنما الأعمال بالنيات، فمن كانت نيته إلى الله ورسوله فنيته إلى الله ورسوله، ومن كانت نيته إلى امرأة يتزوج. إذن لآخر الحديث، فالأعمال بالنيات. هو سؤال حضرتك إيه؟ سؤال حضرتك إن الأولاد بيردوا على حضرتك ولا إيه؟ تمام. يعني هي بتقول لا في ايه يعني. حبيبتي انا احكي لك تجربه، انا كنت في 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 في, في الثانويه الاولى على الجمهوريه، على جمهوريه مصر، ويعني في سنه 92، واردت ان ادخل اللغه العربيه. اللغه العربيه كانت تاخذ اقل مجموع، وليس اقل مجموع بل الراسبات اللي هم عندهم مواد ملاحق في النحو والصرف ومواد اللغه العربيه، ولكني كنت محبة جدا للغة العربية، وأخواتي كلهم أساتذة في كلية الطب. فيعني أبي نصحني فقط وقال أخاف أن يأتي عليك ذلك اليوم الذي تشعري فيه أنك أقل من إخوتك، فهو نصحني فقط. قلت له لا، أنا أحب أن أدخل هذا القسم، فتركني وشأني. ويعني وكنت كلما نظرت إلى الكعبة دعوت بهذه الدعوة، اللهم سخرني لخدمة دينك ولغة كتابك، فكان أن وضعني الله على هذا الثغر. فيعني لا تنزعجي، شوفي أنا كنت الأولى على الجمهورية، ومع ذلك دخلت كلية تأخذ من الراسبين اللي عندهم ملاحق في النحو. فيعني القضية ليست قضية، فلا تشعري المنة على ابنتك أنك وافقت أو استجبت، هذا حق لها في الحياة، وهذه حرية أعطاها الله لها وليست منة منك كأم. فيعني اهدأوا شوية مع أولادكم، اهدأوا شوية. يعني أنا كانت أمي، أنا أحكي لك والله هذا الكلام، أمي يعني متعها الله بالصحة وأرضاها بالعافية، كانت تسافر مع أبي، وكانت والله عندها أقمشة جميلة غالية الثمن جدا، وكان أنا كانت عندي موهبة الخياطة، أحب أخيط، كنت أقص وأبهدل لها ومع ذلك والله لم أسمع منها كلمة تعنفني فيها، لأنها كانت تعرف أن ما تدفعه هو ثمن لتربية ابنتها، كانت تعلم تماما. هذا عندما تكون الأم واعية مثقفة جدا. أنا يعني أبوز لها قمشتين ثلاثة أربعة، هذا ثمن لتربية وتعليم، أن أكون صاحبة قرار وأن أكون صاحبة رأي، وأن أتعلم الفشل لأتعلم النجاح. كنا ندخل وإحنا بنات المطبخ وكنا نعمل ونقلب الدنيا ونحط عشان نطلع، كانت تسيبنا. فيعني انتم يعني ما انما ده لو بنتنا عملت، انت بوظتي وعملتي، هكذا تربينا. ما فيش حاجه اسمها اسيب على اطلاق، يا اوجه. طب وانت صعبانه ليه بتقوليها، وانت حزينه ليه انك سبتيها؟ لا ما هو انت ما تتركيش، لا تتركي، انت ام توجهي، الأم توجه، ما أنت تركت الأمر، يعني أكيد في خلل ما. أنا لم أجلس معكم، لم أجلس، ولكني أقول يعني لك دور، إذا تخليت عنه تماما يعني الإسلام دين الوسطية، فلا تكون لينا فتعصر، فيبدو أنك اتبعت الأسلوب اللين فعصرتي. فلا تكون يعني دائما الشيء الجميل يقع بين أمرين، يعني عندما أصف الإنسان بأنه كريم هذا بين أمرين، بين البخل وبين الإسراف، فدائما الشيء الوسط نحافظ عليه. ما كان يعني الرفق في شيء إلا زانه، فالرفق معناه الوسطية،
يعني فيبدو أنك تركت الأمر الحبل على غريبه، فيعني هذا ما جنت يداك. ليه؟ لأن إحنا ومع ذلك يعني إن شاء الله طالما يعني الأهل صالحين سيجلس لهم وستتعلم يوما ما، لأن لا نغفل عن مرحلة يمر بها الأبناء والذي لا بد أن نكون مستوعبين لها. الشباب في السن ده يحبوا أنهم يكونوا مسيطرين وأصحاب رأي، معلش هيكونوا كده بس بعد كده هيعقلوا، بعد مرور الوقت هتعرف إنها يعني، لكن هذا سن ينبغي أن نستوعبه، فيعني كونوا مع الله ولا تبالوا. جزاك الله خيرا معالي الدكتور. السؤال، هي تقول ابنها متزوج وكان له مال تجارة خسر في التجارة، فهي ساعدته دون علم الزوج بمال الابن الصغير. يبدو يعني نحن صاحبة السؤال، المال لأخيه الصغير هذا مال كان للزواج والتجهيز، فلما علم الوالد بدأ يعاملها بإهانة ويقلل منها أمام الأولاد والجيران وزوجات الأبناء وطردها من البيت، فتقول هل أطلب الطلاق؟ دام زواجنا لمدة 44 عاما. لا يعني هي القصة تروح بها دار الإفتاء تشوف، أو يعني الإفتاء لا أستطيع أن أفتي فيها، لكن أنا أنصح هذه المرأة يعني إذا كان سؤالها منصب على هل تطلب الطلاق أو لا، فيعني طلب الطلاق ليس بالأمر الهين، والزواج ميثاق غليظ، ولا تطلب الطلاق، لكن الغضب طبعا عندما تتحمل هذا الغضب فترة ويعدي عندما تحسن علاقتها، لكن لا تقطع عشرة دامت وبينهما أولاد، خاصة أنه لم يحدث من الزوج شيء وهي التي بادرت وأخطأت، فتترك مساحة للغضب إلى أن يلين هذا الغضب وتهدأ الأمور، وكل شيء يأخذ وقته ثم ينتهي ويتلاشى مع الوقت. يعني إذا كان سؤالها أما قضية أخذت أموال ووضعت أموال وأخذت من أموال، هذه لا يعني لا أستطيع أن أقول فيها شيئا أو لا لم أفهم يعني، ويحتاج إلى من يستوعب منها القصة أكثر، لكن لا تطلب الطلاق، لأن الطلاق ليس بالأمر الهين ولا بالأمر السهل، وهو يعني أمر بغيض بغيض بغيض، لأنه فيه هدم للأسرة وهدم لكيان، وهذا ميثاق غليظ عليها أن تتحمل، لأنها يبدو أنها سبب المشكلة، أخذت من أموال، فعلت شيء بدون علم زوجها، وهذا شيء يعني 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 سيء جدا. وأصبحت الآن ما ألاحظه من الزوجات في هذه الأيام، كثير من الأمور يعني يخفينها على أزواجهم، وكأن الله عز وجل عندما قال يعني تحدث عن هذه العلاقة بأن فيها مودة ورحمة، يعني نزعت المودة والرحمة بين الزوجين بصورة سافرة جدا في أيامنا هذه. مع أنكم لو ترجعون، أنا أرجع أيضا لقصة سيدة حليمة السعدية رضي الله عنها مرضعة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني خذوا هذه المرأة نموذج وقدوة. كانت المرضعات يذهبن ليأخذن رضيع عشان يتكسبن منه، فذهبت حليمة مع صويحباتها، فكل واحدة منهن أخذت رضيع. حليمة لم تجد من تأخذه، فلم تجد إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فعندما علمت أن أباه متوفي هتعمل بإيه؟ هي ريحة عايزة ترضع عشان تأخذ فلوس، ده هتأخذ منه إيه؟ ده فقير وأبوه مش موجود. فماذا فعلت هذه المرأة؟ شوفوا انظروا، ذهبت مع إن أمر يخصها هي، لو في زماننا هذا كانت تقول ده أمر ماليش علاقة زوجي ماله، يعني مثل ما نرى السيدات اليوم يقولون ده أمر يخصني. فذهبت إلى زوجها واستشارته، فقال لها، شجعها ودعمها وقال خذيه لعله بركة، وما كانوش لاقيين يأكلوا أولادهم، يعني كانوا فقراء جدا حليمة وزوجها. فلما أخذ سيدنا محمد استجابت لنصيحة زوجها، قال لعله يكون بركة علينا ومصدر خير لنا حتى وإن كان فقير لعل الله. وهي كمان كرهت أن ترجع، يعني عز على نفسها كل أصحابها رجعين برضيع وهي رجع من غير رضيع، كأنه طعن في أنوثتها، فيعني فرجعت بسيدنا محمد. فالشاهد الذي أريد أن أقوله، كانت تفعل كل شيء بأن تستشير زوجها فيه، رغم أنه أمر له علاقة به. فيعني هذه امرأة عملت مصيبة وكمان تطلب الطلاق، يعني رايحة تدي الابنها، ما عرفش رايحة تدي الابنها الصغير، وبعدين كمان هي زعلانة، يعني منين جبنا الأفكار دي؟ هذه أفكار ليست في نساء الأمة. فيعني خذوا نماذج النساء الصالحات المشرقات،
يعني كانت المرأة يعني تعتبر زوج تقول له كل شيء. حققوا معنى المودة والرحمة التي قال الله عنها، حققوا هذا السكن بين، لأن الزواج آية من آيات الله، يعني شيء عظيم. فنطلب له الطلاق يعني ده شيء ينبغي الحفاظ عليه والاستماتة في إنجاحه، بل مش مجرد حياة فقط، ولكن أن تكون حياة هانئة، حياة سعيدة، حياة فيها هدوء، فيها اطمئنان، فيها سكينة. فكل واحدة تراجع حياتها مع زوجها، مع بيتها، لأن ده فيه ثواب عظيم جدا. استقرار البيوت، هدوء البيوت، هذا من عوامل نجاح الأمة وأي كيان، لأن الأمم عبارة عن أسر صغيرة. فإذا استقامت بيوتنا واستقامت أسرنا أصبحنا مجتمعا قويا ناهضا. أسأل الله أن يصلح بيوت المسلمين، وأن ينفع بأمهات النساء هذا العصر، وأن يكون يعني معول، ليس معول للهدم، وإنما أداة عظيمة جدا في البناء. صلاح المرأة هو صلاح للمجتمع بأكمله. إذا كانت المرأة على هذا القدر العالي من الوعي والثقافة والتدين، خلاص لا نخاف على المجتمع. فأسأل الله أن يصلحنا جميعا في ظواهرنا وفي بواطننا، وأن يسخرنا لخدمة هذا الدين، وأن نكون يعني نصرا لأسرنا، وصلاحا وفلاحا وسدادا وتوفيقا واحتواء لأزواجنا ولأبنائنا ولأسرتنا. لأن المرأة شيء عظيم جدا، عظيم، شيء عظيم. ولذلك كانت وصية الله على المرأة، وكان آخر خطبة للرسول صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، لما يقومن به النساء من أدوار جليلة عظيمة في مجتمعاتهن. السلام عليكم ورحمة الله. في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أتوجه بجزيل الشكر والتقدير لمعالي الأستاذة الدكتورة نهلة الصعيدي على تشريفها وصبرها علينا، جزاك الله كل الخير. الشكر الجزيل أيضا للدكتورة وفاء حسام الدين، والشكر موصول لحضراتكم. إن شاء الله نلقاكم غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.